برحب بيك يا كابتن ايمن من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي كالعاده بيؤكد انه بطل مصر الاوحد. النادي الاهلي بيفوز في القمه رقم 126، والحقيقه مباراه كبيره جدا. يعني الف مبروك يا كابتن ايمن، الف مبروك لكل الاهلاويه، وطبعا بقى حاله من الفرحه في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. معي بقى في هذه اللحظات بعض الاعضاء، اكيد لاعبين الحقيقه النادي الاهلي عاملين موسم كبير جدا، فازوا في 5 بطولات بالعلامه الكامله. تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم الف الف مبروك على المكسب النهارده، وفوز مستحق قوي النهارده، واللعيبه كلها رجاله. الماتشات اللي فاتت قدموا اداء جامد قوي، فيعني الف مليون مبروك. واحب اشكر اللعيبه الرجاله كلها واقول لهم الف مبروك على المكسب النهارده، ويعني كل بطوله وانتم بتفرحونا دايما كده. يعني شفنا تالق كبير جدا اكيد من كل رجال النادي الاهلي النهارده، بس تدي مين مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه؟ الماتش النهارده مش ماتش بس الاهلي والزمالك، ماتش منظومه كبيره. الاهلي منظومه كبيره، بدليل الاهلي النهارده ارقامه بتمثل مش بس ماتش الزمالك. ماتش الزمالك ده نتيجه طبيعيه قوي لمجهود الاهلي كاداره وكفريق وكمدربين وكلاعيبه. النهارده حسين الشحات هو نجم المباراه. يعني عملنا مباراه كبيره جدا اكيد النهارده، شايف مباراه النهارده ازاي وفوز النادي الاهلي ب4 اهداف؟ ما شاء الله، الف مبروك الاول للكابتن محمود الخطيب للفوز النهارده، الفوز الكبير ان شاء الله، والف مبروك للعيبه وجمهور النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كان فريق كبير وفريق عظيم، ولعب ماتش هايل. الشوط الاولاني كله كان حيز للنادي الاهلي، الشوط الثاني كله كان المفروض الاهلي يجيب اكتر من كده، المفروض يعيد ذكريات 6-1، بس ما توفقش. فالحمد لله، والف الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والف مبروك. يعني زي ما حضرتك شايف يا كابتن ايمن، كالعاده النادي الاهلي هو مصدر سعادتنا، وطبعا لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، والان عوده ليكم مره اخرى.